سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مناضلين ومناضلات الجبهة الشعبية. إخواني وأخواتي الصحراويين في كل مكان، في المناطق المحتلة، في مخيمات العزة والكرامة، تاريخ 26/10/2024. أنا ما يمكن لي يكون التم دائما الرد إلى بريش حتى يستسلم بريش بالحقائق. إخواني وإخواني وأخواتي، هذا السيد اللي ينقال له بريش، أنا لأني في عضو في منبر المغرب الكبير اللي هو يحمل كثير من المغاربة الأحرار، من عبده، من دكاله، من الشياظمة، من أولاد حريز، من أولاد مزار، يعني فيه المغاربة من الريف، ريافة، الأحرار، باش نعطيهم حقائق من هو بالريش، لأنهم كان يضحك عليهم بذيك القناة وينتمي يقولهم إلى الصحراء. إخواني، نخاطبكم في منبر المغرب الكبير، ولي الفخر بأني نخاطب المغاربة الأحرار المتبريين من النظام، من 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 المخزن، ومتبريين من 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 أعوان بالريش. بالريش هذا هو ابن الشعب المغربي. لما نقولكم ابن الشعب المغربي يعني لا أب له فرخ، ونعوذ بالله، يعني باه دكالي لأنه مدرح، هو مدرح، أمه كانت مدرحة فرخ. هذا السيد يشهد الله على ما أقول، عنده أخواته أربعة، واحدة شقيقته سميتها فاطمة الزهراء، وثلاثة ماشي شقيقاته، هذو الثلاثة كان كيبيعهم للخلائج، كيبيعهم ليليا، الأيام اللي كان كيسربي كيقول لك أنا من تمارة، أنت من كل المغرب، أنت نطفة مختلطة في المملكة المغربية، ولست من التمارة بوحدها. أخواتك كنت كتبيعهم للخلائج، وما زلت تطلع على المنابر وكتتكلم بأنك في قد مثقال ذرة من الرجولة، فلست برجل، أنت من أنذل الأذلال ومن أخبث الخبثاء، لأن لحقت بيك كرامتك حتى وليت بأخواتك. من هذا المنطلق إخواني وأخواتي المغاربة الأحرار المتواجدين في هذا المنبر الموقر، هذا السيد ولات فيه عقدة نفسية، يعني طالع فاتح هذه القناة في اليوتيوب لا علاقة له بالصحراء، لا من أصولها، ولا ينتمي لها، ولا أب له صحراوي، ولا أم صحراوية، أم ظمية، أباه متخلط في الشعب المغربي، ما عنده أي رابطة، ويتكلم ويتنقنق، عنده بعض الجواسيس من الخونة الصحراويين اللي كيعطوه المعلومات وكيقولوا له هدر على هذا ودير فيه الهدر اللي باغي تدير. أنا يشرفني بأني من أولاد كولومينا، ولكن قبل كولومينا أنا من أولاد براريك الذنبان يا سي بريش، ومدينة العيون بساكنتها اللي كتشوف القناة ديالك تعرف بأن لا صحة لكلامك، لأني أنا ود الأرض داخل، عارفتني السمارة، عارفتني بوجدور، عارفني العيون، عارفني، هذو المدوني أنا في الصحراء وفي المناطق المحتلة يعرفونني جيدا. وهذا الكلام اللي ترميني أنا أنت به، خفت من الكلام بأني أنا لين عدل لك فيديو لين يجيب هذه الحقيقة، ولكن أنا ما عندي فيديو واحد عليك، أنا عندي عليك ميات فيديو جاية، حتى بأن عندي أصدقاء سيطلعون معي واحد من هذه الليالي ويمتعوا إخواننا المغاربة بتصريحات، هذو خلائج سيعترفون لكم أمام منبركم الموقر كيف كان يتعامل مع أخواته بالبيع والشراء، ويمر بهم عبر الملاهي الليلية، أتلانتيس، كابادوس، البلاك هاوس، الميراج، البيتش كلوب، كاندرا، الديوان، وما زلت كتريح بوجه أحمر وتقول السلام عليكم، معكم أخوكم بالريش، قول معكم الفرخ بالريش، من كان يبيع أخواته ومن كانت أمه من أكبر مسيرات الدبكة والدعارة.
أنا عندي كل المعلومات اللي عندك، أما أنت ما عندك ولا عندك ما تقوله هو تعليمات من المخابرات اللي إلى حدود الساعة كانت تجيب لهم الدريات. إلى حدود الساعة، إلى حدود هذه الدقيقة، ولن تشتغل معهم حتى تكون عندهم عليك الأدلة، لأنهم مصورينك. وعندك الفيديو الثاني هو اللي غادي نجيب فيه الفضائح ديالك الأخرى، أش كدير؟ وأنا أعوذ بالله، لأنك وصلت بك الأيام حتى وليت مع العياشي مول الطاكسي. راني جايك في الفيديوهات الاخرين انا، وغادي نجيك في الاوديوات حتى نحيد الرسولة ديالك كلها، لانك من نفسك كنت كتبيع نفسك. من بعد تساليت من بيع اخواتك وليت كتبيع نفسك للخلائجة، وانا اعرفك جيدا. انا كنت كنخلي لك 50 و100 درهم وبريش، هذا سيداتي، هذا واحد من اسود الدار البيضاء، وانا اللي كنت في الدار البيضاء من رجالها العظام، ومن الناس اللي قمت بتهريب التدخين في اول منتصف الثمانينات، وانا من الناس اللي كنت حاقركم في الدار البيضاء بالمطاردة الليلية، ولكن ماشي باخواتي. لا عاقب بعدين قلت بانك عندك اسرار للمخابرات الليبية، اتحداك حتى للمخابرات المغربية وأعوانها وأزلامها، هذا واحد أيديه بيضاء، حتى إذا عندك معلومات في المخابرات المغربية آتي بها بالحجة وبالدليل، ولكن أنا عندي عليك كثير من الحجج والأدلة، لأنك الأمر اللي خطير هو أنك أنت ربطت اتصال ببعض الأشخاص، أنت من نفسك بالريش، وعندنا صوتيات منك غادي نجيبوهم. اما انا اللي عندك بالريش اطلع لي بيه، لانك انت احنا نعرفوك ونعرف من يساعدك من الخوانه، وذوك الخوانه اللي ساعدوك وراء الكواليس احنا لا ينزلوا على دين باباهم، لا نديروهم معاك، معنا رحموهم، لانه من يبيع دم الشهداء ويبيع الوحده الوطنيه ويبيع مبادئ الصحراء ويبيع مبادئ الثوره احنا نفضحوه. وانت لست بصحراويا، لا علاقة لك بالصحراء، لا لا، شو اسمعوا إخواني المقاريب الهضرة ديالو، إذا كانت فيها نبرة صحراوية تحدثوا معايا، لسانه مطلوق على الدارجة كي يتكلم بالسلاوية، السنت والله ورد السنت، وري جن السن وري السن حتى الشلحة ورد السنت، شلحيت ورد السنت ريفي ورد السنت والو، هو السنت عرب، هو مواطن مختلط من كل الشعب المغربي، لا أب له لا أما لا قبيلة لا عشيرة، مع الدوار كان يبيع ويشري في أخواته، يبيع ويشري في راسه، في راسه في راسه مع الخليج، حاشاكم وحاشا الحفاظة، براسه وشادين المخابرات بهذه النقطة، هذه المخابرات المغربية، وهما اللي يملوا عليه يقول